المحور التونسي الجزء الثاني والاخير. كالعادة فرحان برشا انه يحضر معنا صديقنا خالد هويسه بالعمل اللي قاعد يتعدى على القناه الوطنيه، نحكيو فيه بعد اكثر تفاصيل على المسلسل هذا. اما قبل الساعه، هل الصيام يؤثر على حاله السمع ولا لا يا عم حسن؟ لا ذاك بلا الصيام ما يسمعش. استني انا سؤال. هل الصيام يؤثر على السمع؟ في بالي لا. لا صحيت لا، احنا اكتشفوا هي ولا لا. تو سويت كيلعبوا الكاسك. اه يا سيدي. باه اه يا سيدي. ذكر مرة أخرى للكاسك، زوز إيكيبات باش يلعبوا، دونك ليكيب الأولانية فيها عم حسن وميغال، ليكيب الثانية الفريق النسائي موجود فيها بيوتا وحنان. عشرة كلمات عم حسن، كرونو في دقيقتين. اخذ لي هنا عم حسن، يا عم حسن شيبك في الكلمات اللي عندك. تليف الكلمات اللي عندك. ميغال يلبس الكاسك. تفضل بابا، مرحبا بك. كرونو حاضر في ثلاثة دقائق، دقيقتين هاي نقصوا شوية، دقيقتين، عشرة كلمات، 3 2 1 توب. تفضل عم حسن، كلمة الأولى. كلمة الأولى. تكلم بالقوية يا عم حسن. شحلب. صحلب. شحلب. صحلب. إيه. نسمع نسمع. تسمع ليه عاد. نسمع. ما نجيبش. ترى شرب. هاكا سيبو ها. توا سيبو. هاكا أبدأ بالكلمة الأخرى يا عم حسن وأنت طالع. باه. ملبس. ملبس. تمثيل بالكلام أكاهو. ملبس. كلام ملبس. ملبس. إجابة صحيحة. نقطة. اللي بعدها اللي بعدها. أيوا. كنافة كنافة. فلافل. كنافة يا كنافة يا كنافة. كنافة. كنافة يا عم حسن. كنافة. كنافة. فلافل. كنافة. 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 تلافل. كنافة. هذا كنافة. 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 أيوة. كنافة. كنافة. صحيحة. اللي بعد. كنافة. شبكة. جمعية. العنكبوت. كمون. شبكة العنكبوت. كمود. كمود. شبكة. هاي. شبكة. هاي. شبكة. شبكة. لا مش شبكة. شكبة. شكبة. هذيك هي شكل. سيد. لا لا قل له قل. يا ودي علاش تدخل في روحك؟ شكبة. ثبت معايا. شكبة. قول له شكبة. 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 علاش تدخل في روحك؟ ترمبة. يا عم حسن. شكبة. ترمبة. شكبة. شكبة. ايوه. إجابة صحيحة. اللي بعد. عم حسن. ما عادش تمثل بالكلام هكاهو. لا يا عم حسن ما عادش تمثل. الله أكبر. بالكلام هكاهو. سجادة. بالتكلم سجادة. شنشينة. سجادة يا أحمق. سجادة ما بلدك. سجادة. وسادة. سجادة. 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 غلط. ما نحسبهاش الإجابة. ما نحسبهاش. ما نحسبهاش خاطر ما بلا أحسبها. لا. سجادة ما بلدك. باه امشي امشي يا عم حسن كمل. باه سبحة. هكا هو. سبحة. سبسي. سبحة. سبسي. سبسي مات. سبحة. 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 ايه وفيه 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 وفيه. وقفونا وقفونا الكرونو دقيقة يا محسن. وقفونا الكرونو. يعطيون الإجابات الصحيحة قداش وش كاملوا نوصلوا الليستة اللي عندهم. أما ما عادش نلعبوا ترى سيبا. كمل الليستة يا محسن. كمل. مسفوف. ما غير ما تمثل يا محسن. ملفوف. مسفوف. مسفوف. أيوة. بيه. عم حسن. وذنين القاضي. وذنين القاضي. يزيز كاو كاو. وذنين القاضي. وذنين القاضي. ما فهمت. ما عملش وذنين. ما عملش وذنين. وذنين القاضي. أيوة. وفيه وفيه وفيه. أسمعني هذا مكتف. ما هوش بوليس. ما هوش بوليس. بوليس. مكتف. مكتف. أيوة. به. أنت هالتوقيت. صوابع فاطمة. يزي عاد. شو له حيلة عم حسن. صوابع فاطمة. صوابع فاطمة. صحيت. عشرة يلعب. أكثر مرة تلعب. سيد. أكثر مرة تلعب. عملها لك. عشرة. كل مثل. هما خمسة. خلي عدن. فهم منشط راهو يحسب قاعد. هما خمسة نقاط وعندهم خصم ثلاثة نقاط على خاطرهم يحايل. مش حسن يمثل. مش خاطرهم خاطر. خاطر عم حسن يحايل. أنا وضيني البس هذه وقاعد نقطة. زوز نقاط فقط. أي بيو. أنا البس الكاسك. أي بشكل جديد. طيب. ملسوقة. ملسوقة. مسكوكة. ملسوقة. مسحورة. ملسوقة. ملسوعة. ملسوقة. مسفوف. ملسوقة. مل مل ملسوقة. اي كاك ورقة. كاك ورقة. كاك. لا كاك ورقة. كاك ورقة. كاك ورقة. سيح سيح. كاك ورقة. كاك ورقة. اي هي سيح مزج سيح. با بنادج. بنادج. اي صحيح. شو بنادج؟ بريك دنوني. بريك 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 دنوني. بريك دنوني. تسمع تسمع اقول لك والله لا واو جبته والله لا والله لا والله تسمع والله عمالي تسمع برا شمية والله لا والله لا والله
غش فما غش فما غش درا 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 في سبعة بال درا درا والله والله الشام الغربة اسمع تسمع سمسا طب شكون كل غلطي سمسا خبزة سم سم سا سمسا 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 اي زليبيا امك امك رب حورية امك حورية شز يا مان تلقاها اسم لا لا عاد لا عاد امك امك أمك أول واحد صبر على تفرشي قناة أخرى يبدلك هات كل أمك حورية أمك حورية أمك حورية نعطينا بالكلمة ملسوقة جبدت لك العائلة أمك 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 حورية أمك حورية صحيح أمك أنت التراويح 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 صحيح سبحان الله لا لا هذا كله غالي زليبيا 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 كلام فارغ كلام زليبيا بيجا ملا حنان وملا وملا بيا 8 على 10 برافو ملا لبنان عم حسن خسر عم حسن أنا أتشرف أن لا أفوز مع هؤلاء خاطر بصراحة فما غش أي قالها تسمع قالت لي والله لا شفت كيفاش وبرغم الغش والله إلا كنت نسمع الغش كان بفيانة مش بالتمثيل هذاك عليه ألف مبروك مرة أخرى مع أحلاهم البنات البنات عنا رافقين صديقنا سليم كالعادة يقدم لنا زابينج بالنسبة للحلقة هذه شوفوه تونسي صح صديقنا سليم كان هذا زابينج بالنسبة للجمعة هذه بالله جوز علي يسكن في امبولانس يا اخي تفدلك ولا بجد على ضربك ولا والله ساعات نرافق تحت خاطر هي بيدي عملت فاس الثلج مشات لتركيا قالت لهم مش رايح بالثلج رايح بيه سوفونير لتونس ولفت هذاك هذاك والقرش وفي الحال غير الملح واللوريات على اللوريات انتوا ضامرة ولا ضامرة؟ ضامرة الفي لوبوز ولا ضامرة ما انت ضامرة قداش نجم نقولوا ضامرة خاطر غضوها اللي يسكن في الامبولانس قالت هذاك علاش حاب يدخل الدومين ميديكال ميديكال على برشا خاطر انا ضغطت لي محلاه لا والله محلاه تهبل لا روعه عندك حاجه اخرى قول ما عادش شو اقول بكش من بعد الجبه ترى حاجه اخرى تقول لك لابسك الحار اما اصبر انت واللي هي لا انت احسن منها الكل لا لا براس امك هات براس امك سيبونا صديقنا باربي اليوم عامل جو على روحه بالروز خلود نتحمل عندك خالد ولا سليم ساعة خالد طبعا ها خالد بيان سور انا نحب نعيطك سليم اليوم مسالش سليم هو الشخصيه في باب الرزق كان سليم بن مصطفى اي كان مسافر في الخارج قعد 23 سنه كيف مات بوه روح لتونس مش باش يدفنوا ام بلوتو باش ياخذ الرزق مش باش ياخذوا باش يتحايل عليه باش ياخذوا ويمدوا بلوتو لشكون لشكون اخر يمكن يستحقوا اكثر سليم عنده مشروع يبدو انه جنوني شويه المشروع هذا الفيرما يردها دوله واحده وضربوا به هل القناه الوطنيه في بالها بالسيناريو ولا يقبل ما تقبل ما تمدوه يدور لي ما تقبلته عادي جد في بالها طبعا معناها البعض استغرب يقول لك شنو باش يعمل بلاد واحده اخرى ما عادش شنو السيناريو احنا في فيكسيون تو دابور اي فوالا نعم هذا عمل درامي اجتماعي سي دا فيكسيون تحيه للتلفزه الوطنيه اللي اعطت الهيف بن يوسف وي. انا نجم ناكد صراحه أي. صراحه وانا فرحان برشا اللي مشارك في عمل بالقيمه نتاع باب الرزق مع دي جون يعملوا الكيف كوسوسوا هيفل كمخرج متميز وتشوفوا في تصويره وتشوفوا في خدمه شبابه برشا كاتب السيناريو اهم حاجه بالنسبه لنا ديما السيناريو مكتوب بالحوار محمد علي دمق اللي نحييوه وعشيري وفرحته برشا ايكيب ارتستيك تعمل كيف بقياده سي كمال وبرشا وجوه كبيره ومعروفه والناس تحبها في التلفزه برشا شباب كذلك يعمل كيف اون ايكيب تكنيك زاد محلاها جايه من السينما خشينا برشا فوالا وجوه جديده فيه معناتها بعض الوجوه اللي فما وجوه جديده كما اماني الرياحي جون اللي بنت تلعب كمال بنت كمال عايشه وجوه جديده محلاها زاد فما برشا وجوه فيكم تفرج في باب الرزق حتى واحد فيكم يتفرج في بزاف والله ما تفرجش انا شفت حلقه شطره حلقه تفرج فما شكون يتفرج فما شكون يقول ما تفرج نلم مع بعض ونتفرج كما هو الاشكال انه اغلب الاعمال مش حكيو في بعض مع بعضهم والاعاده رجع له هذاك الدوسي ما تخلص واش قال يتعاود باب رزق رجع له شو ما تعاود هما باش نتفرج فيه انت عاد انت ماك ما تدخل مخترق عندك كليبي ولا شنو اللي راهو الدوله تعاقب عليهم هذوما لي بي تي في خويا نتفرج في كل اعمال كل رمضان السنه على اي عمل قانون تفرجوا كان فما منصات موجودين
هل البعض يلوم يقول لك انه العمل كانت البدايه نتاعو بدايه ريتم لون ريتم فيه الحلقه الاولى جدا. الحلقه الاولى ربما هل يقول لك البعض هل يعقل انه عمل من الحلقه الاولى سيكونس تقعد خمسة دقائق هي السيكونس الاولى في المسلسل السيكونس الاولى اللي موجوده في أيه. في الكلينيك كمال تويتي مشى هو بنته سيكونس تقعد خمسة دقائق وهي السيكونس الاولى في المسلسل خمسة دقائق بما فيهم اغنيه ولا مقطع من اغنيه لمده خمس دقائق المشكل مش انه خمسة ولا عشرة دقائق والا دقيقه والا سيكوندا المهم مضمون المشهد هذاك والسيكونس اللي انا نعتبرها مهمه ياسر في بدايه المسلسل كان ترجع للحوار اللي صار بين كمال وبين يعني بين الحاج طاهر وبنته عائشه تعرف السيناريو كله نعرف السيناريو نعرف اي بالطبيعه لا نحكي لك على مضمون اللي قاعد يتقال كمتفرج من بعد طويله مش طويله هذاك تقييم احنا نحكيو على الريتم تاع المسلسل ربما السيكونس فيها خمسة دقائق نقولوا والله فما ريتم رايك نحترمه رايك نحترمه ولكن انا معاك انه نناقش في اعمال فنيه اعمال فنيه ما عنديش الطابع الانطباعي والله عمل باهي والله عمل خايب كي تناقشوا بمقاييس فنيه بالطبيعه مقاييس الفنيه بتبيع. شنو فيها؟ فما منافسه رمضان السنه فما ثلاثه اعمال دراميه يتعداوا تقريبا في نفس التوقيت فما عمل اللي هو فلوجه عنده سباقيه نتاع عام قبلهم الزوز اللي هو عملوه اللي يعرفوه التوانسه دونك انا داخل في منافسه مع زوز اعمال اخرى اي نعم ما نجمش نبدا في السيكونس الاولى في عمل مسلسل الحلقه الاولى السيكونس الاولى خمسه دقائق سيكونس خمسة دقائق في نفس الديكور في نفس البلاصة ليميت كان لي زونغ نتاع الكاميرا يتبدلوا فقط باش كمال تويتي مريض هزته بنته للطبيب وباش تغني لهم بعض رايك رايي بيان سور سيادتك ماكش مخرج مانيش مخرج احنا عندنا مخرج انا متفرج اي انت متفرج وعندنا مهمة المخرج توفى وقت يبدا يتعدى العمل سامح تبدا مهمتي انا كمتفرج انت متفرج اي من مهمتي بعد. كمتفرج خليني نكمل لك عادي هو العمل المخرج شكون عادي يتكلم لا لا ما يسالش خلينا نتناقشوا شوي يا اخي العمل هو مجعول للمتفرج مش عمول المخرج باش يتفرج فيه في دار خمس دقائق تاع سيكونس عندهم يتكلم عندهم يتكلموا خمس دقائق كاميرا عندك الحريه في الاجابه لا انا شنو نحب نقول لك شو اللي نحب نقول لك انه فما كتابه اخراجيه فما طريقه في طرح الموضوع السيناريو مكتوب بالطريقه هذيك الانطلاقه كانت هكاكا فهذا اختيار للمخرج انت تسال فيا انا كممثل ك نعم على رايك اي على راي انا اش قلت لك ربما في الحلقه الاولى الريتم كان ماهوش عالي ولكن بعد من الحلقه الثانيه الثالثه شفنا انه تطورت الوضعيات لي سيتوياسيون الاحداث الناس فهمت صار اون انستالاسيون دو بيرسوناج كل واحد عرف كل شخصيه وين ماشيه وشدت ثنيتها من بعد تحب تقول لي خمسة دقائق برشا اوكي معناها رايك محترم هي حتى هي الحلقه إشكال. الاولى فيها تقريبا 46 دقيقه تقريبا الحلقه الاولى ما نجمش نحملهم خمسة دقائق كاملين اي ما يعادل 10% من الحلقه اي 10% من الحلقه في سيكونس فانه هذا يعتبر طويل من ميساج قلت بأرقى رايك نحترمه ما ثم حتى اشكال هل توافق حاتم بالحاج كي قال السنه نقص من الضوء على خاطر فما تكاليف لنا برشا دي سيكونس ظلام في بعض الاعمال الرمضانيه مثلا دي سيكونس فيهم ظلام خاطر ما فماش برشا مصروف نتاع ضوء ما عرفش اسكو قال هي فدلك ولا حاتم ان توكا يسمع منه ما نظنش انه يحكي على باب الرزق لانه وتحيه هنا لمدير التصوير محمد ميغري اللي خدم خدمه كبيره برشا سي ان جون يخدم في اعمال برافو هو والليكيب اللي معاه لي كادرور العباد اللي وراه انا معناها الحق بكل صراحه ليكيب هذيك عندي لها برشا احترام لانها ثنت الركبه خدمه برشا احترافيه برشا صنعه تعرف ايش قاعده تعمل التصوير شبابه في باب الرزق بشهاده الناس اللي قاعده تتبع وقاعده تتفرج وتحيه لهم انا ما ظهر ليش كان حاتم بالحاج يحكي علينا احنا ما شكون يحكي يحكي على اعمال اخرى ما فماش كان باب الرزق ما لا اثنين الاخرين قعدوا زوج الاخرين يحكي على فلوجه وعلى اي ربما يحكي عليهم انا اون توليكا ما شفتش انه الصوره قاتمه ولا ثلاثه رجوج وفلوجه اي انا شفت انه الصوره كانت جميله ويعني المستلزمات التقنيه الكل تحطت باش تخرج الصوره شبابه من طرف المخرج ومدير التصوير شو رايكم في تعليق ساحة بالحاج ترى وضحنا على شنو بالضبط خاطر كي يتكلم هكا في العموم يحكي على الكل مادام ما هو قال بريسيزي انا با بريسيزي انا با بريسيزي شنو العمل بالضبط اللي ظلام قال الكل لاحظتها قال يظلي شفت الاضواء الظلام دونك يحكي على الكل
معناتها هل توافقوا لي هذا لاسباب انا ما شفتش؟ لا لا ما فماش تخشفيه في الجانب التقني ذوقيه بلوتو. لا لا ما فماش فما ذوق فما ان شوا ارتستيك كما هو قالوا ربما في 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 الصوره وعلى اكثر ولا اقل ولكن مش خاطر فلوس وما لا لا مش هذا. راهو الاضاءه في التلفزه ولا في السينما ولا على المسرح راهي هي رؤيه اخراجيه راهي رساله راهو يقصدوا بها حاجه مش هكاك اشتهيوا يحلوا الاصفر ولا الابيض ولا البرتقالي راهو فما مساج يوصل ساعات من خلال شطر الوجه خواكار دودو اون امورس بلان دونسامبل راهو هذوكم الكلهم كتابة إخراجية بخلاف الكلام اللي يحفظه الممثل يعرف عاد هو أنا مع كلام حاتم بالحاج يعرف الشيء هذا أنا مع حاتم ذوق لا نحكي لك منطلق راه عباد تفهم انا عائله كامله في ستيك ولا في كيلوات قداش ولا ما نجمش ندخل لي خاطر برشا ودائر حتى قعدت مع مخرجين عم جاي المسلسلات كل الصباح على ضو ربي ضو ربي ضو ربي قول 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 كل الصباح هكا راه وانا مخرجين هكا بعد 9 أيام تقريبا احنا اليوم في شهر رمضان وين تحط انت باب الرزق في انا في انا ترتيب 1 2 3 وين ترتبوا انت حسب العمل باب الرزق قاعد انا نشوف في رده الافعال نتاع الناس رتبهم انت كما ترى كما يروق لك انا كنت حب نرتب ما نجمش يعني مانيش محايد انا في وسط عمل العمل الاول انا في وسط عمل نعتبره انه عمل ناجح اللي تحب نسمع منه انا نعتبره عمل ناجح وسنا عمل لاقي استحسان العباد ما هو مقياس النجاح والفشل حسب مقياس النجاح ردود الافعال نتاع الناس اترافير لي ريزو سوسيو والناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا يتبعوا في باب الرزق عجبهم باب الرزق الخرافه الحكايه لي بيرسوناج شادينهم برشا فما كل حلقه هل يمكن أن تكون نسبة المشاهدة مقياس نجاح؟ لا وذلك هو مقياس النجاح العلمي هو أنا التو لا فاهم كيفاش تعمل هذوما نسب المشاهدة عند التوانسة إلى حد هذه الساعة عن طريق شركات اللي حكينا فيه قبيلة مع إيمان أنا إلى حد الآن مانيش فاهم شنو هما المقاييس اللي يخدموا بهم بالضبط ماذا بينا يفهمهم لنا معناها بطريقة علمية معرفية يجيوا يقولوا لنا هنا كيفاش نعملوا في معناها مش نعرفوا سبر الاراء والنسب هذوما يخرجوا قيل بما معناه انه نسب المشاهده قد تكون محسومه قبل بدايه حتى رمضان وهذا الكلام قالوا قيل فما كلام قال احمد لندلسي فما كلام قال هذا ما نحبش نقول اي ولا انت في هذا ما نحبش نقول اي ولا لا ولكن الكلام هذا يثير ماذا بينا نفهموا اكثر ماذا بينا يتحل تحقيق في الجانب هذا كما برشا ناس طلبت ونشوفوا كيفاش الشركات هذه قاعده تخدم وشنو الاساليب العلميه والمعرفيه اللي قاعده تخدم بها الى حد هذه الساعه شركات صبر الاراء ما فما حتى قانون راه ينظمها فما نعرفوش والاشكال وين انه شركات صبر الاراء عندها انفلونس وعندها تاثير على شركات الاشهار مستشار يحط غادي مش وهنا اللعبه الكبيره لانه بالنسبه للمنتجين توا احنا على الاقل انتاج بتاع التلفزه التونسيه وهيفل بن يوسف كشركه كمخرج وكمنتج هو منتج منفذ فقط ولكن بالنسبه للخواص وبالنسبه للجون وبالنسبه للعباد معناتها انتم اللي الاثنين ضامنين فلوسكم 100% خاطر التلفزه الوطنيه فهمتني ولكن نحكي على 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 على, على الانتاج الخاص الانتاج الخاص عنده مشاكل كبيره اليوم في تونس اولا الكانيوت نتاع الاشهار ماشي كبيره برشا في رمضان ومن بعد هاك تشوف معناها كيفاش تصير الحكايات موافقين انتم تصريح احمد اندلسي ولا والله هو يعرف حاجات اللي بلكش احنا ما نعرفوهاش اما راهو ان الديفون نبهت في بعض التصريحات ولا الناس تقول شركات صبر المستشارين يا اخي المستشار مش انا وانت وذاك 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 يا اخي ما عندناش عائله ما عندناش انتوراج ما نخرجوش ما نشوفوش الناس في القاوي في البلايص الكل في الاماكن العامه فاش يتفرج باش انا نمشي لا والله لا المستشار يتبع الشركات هذو ما نعطيك اقسم بالله مش والله العظيم يتبع لا 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 شركات الاشهار شركات الاشهار تتعامل معناها اي تتعامل مع نسب المشاهده ومع المقاييس اللي تحطهم لهم الشركات هذوما ايمان شو رايك انت مش مع مش هكاك فما ان تروك بيان سور هو احنا شنو قبيله راهو في الثنيه استمتعنا انا وخالد و مازلنا تمتعنا توا زين جبت على طرود ولا منين جبت قلنا انه احنا المستشارين استمتعتوا بالذنب ونحبوا نستمتعوا معاكم نحن توا لا خاطر لو ديبا هذا كل تقريبا حكينا فيه برشا معناها فما وسائل حبيت على الثنيه باش في المرويح نستمتعوا خويا مين نروحوا بالثنيه هذيك روحوا هيك نستمتعوا نقول لكم بعد فما وسيط بين معناها القناه مثلا ولا المسلسل بين البث اللي يبث العمل وبين بطبيعه الحال شركات صبر الاراء اللي هي شركه
شركة الإشهار. وبين البواتكم اللي هي باش تفرق البيدجي. ديما فما وسيط. فما الوسيط اللي كينجم يقلب المارشي الكل. فوالا. أون با أفير للمستشهر أون ديريكت. البواتكم هذيك مع صبر الآراء تنجم تقلب لك مارشي كامل. وفما حاجة أنه ولينا نحكيو كيما نوايا التصويت نوايا الفرجة. ماني كيما في حدث سياسي نوايا التصويت لأن حزب باش تمشي قبل رمضان الناس تقريبا تعرف روحها أنا هي القناة اللي باش تحطها وقت شقان الفاتحة مش موافقة أنا مش موافقة على هذا الكل لحظة بلاي باي خلينا نقرا حاجة مثال جو كادر شوي وأحترم آرائكم الكل راهو أما المشاهدة التونسي راهو النهار الأول والثاني في رمضان يبدا مش عارف روحه فاش يتفرج صحيح يلوج دي موا يقعد يلوج في شنو باش يتفرج إلا إيه فما عنده دي ريفيرونس مثلا الأعمال اللي عنده جو سامحني خلينا نقول لك علاش الأعمال اللي عنده أسبقية في العوي مثلا كان فما عمل نجح عام ناول فوند كوميرس في السنة فما عنده فوند كوميرس نتاعه وجمهور هذيك فافوري في السنة عنده جزء ثاني بالطبيعة لأنه هذايا عنده أسبقية قام راهو مش أسبقية تكون سك على بياض عند التونسي راهو يشوفك الحلقة الأولانية إيش عندك عجبتني نقعد معاك مش عم نقول عجبتني سنة تعمل حاجة خايبة نقعد نتفرج فيك صحيح وهذا اللي نافي نعورة الهواء صحيح جزء أول كسر الدنيا وكان هو الأول رمضان بالضبط. كامل جزء ثاني الحلقة الأولى مشيت شوية الحلقة الثانية زبيه وتعديه الحاجة أخرى سي خاطر كانت كتابة مختلفة وممثلين مختلفين والسيناريو دي زاكس مختلفين كومبليتمون دونك توسي راهو ذكي يعرف يتفرج نهارين الأولانيين إيه ولكن يبدا مهم شو يختار ريت أما يختار ريت أمين توا أنت تحكي برشا شنو هما المقاييس شي مقاييس شنو كيفاش نعرف انا فاش تفرج تونسي اليوم عاد سامحني عاد انا نحكي معناها نحكي لك يوتيوب يكتب الاعمال اللي فاتوا والاعمال اللي ما فيها لا خلينا على يوتيوب خلينا نحكيو على السناء لا يوتيوب لا انتراكسيون تاع يوتيوب يوتيوب ماهيش تلفزه ما عرفش انا الشارع التونسي الشارع البر دقيق يوتيوب ماهيش تلفزه انا ها لي ريزو سوسيو هل ريزو سوسيو والماكينات اللي وراها لازم توسع عليك شويه معايا ماهيش التلفزه هل هذوما اللي موجودين لي كرونيكور هذوما وراهم ماكينات شكونهم الاولاد هذوما جميعا اش بيهم الاولاد عندهم ماكينات وراهم قال احنا قلنا هكا لا باش نعطيك مثالا لا ما قلناش ما عندهمش ماكينات ينجموا كل لحظه ميكا ينجموا يكونوا هذوما معناتها ريبريزونتاتيف شويه فاش للتوانسة نجم يكونوا شبوا شوية للتوانسة وإحنا سألناهم توا لحظة برك هابش نسألهم قدام هل في الأعمال الدرامية ثلاث نطلب منكم بكل لطف بكل تجرد مش خاطركم تخدموا في قناة الحيوان والله رتبوهم لي ثلاث واحد اثنين ثلاث انا مين باغ لحظه لحظه باش مش لازم نعمل مقدمه ذي راه والله مصداقيتكم قدام اللي يتفرجوا فيكم التوانس كاميرا هذه رتبوا لي واحد اثنين ثلاث هذا العمل رقم واحد هذا العمل رقم اثنين هذا العمل رقم ثلاث وش يهمنا في شركات الاراء وفي صبر الاراء انا باغ اكزومبل ما تفرجت على حتى شيء باغ كونتر لي ريزو سوسيو مو انفلونسي باللي كومونتير وكل باش نتفرج على فلوجه دونك قلت لك رتب لي واحد اثنين ثلاثه حنان اعطيت لي واحد على فلوجه كهو ما نجمش ما تفرجتش من بعد تفرجت في حاجه باه قول ما تفرجتش حتى عمل باه ميغال انا خويا هذه لعبه ولا فيها واحد باب رزق انا ما تفرجتش فيهم ثلاثه ما نكذبش عليك حتى انا من النوع اللي نتفرج اضحك نخرج ونخرج من الدار جمله ما عادش نرجع كامل غدوه خاطر يقعد هذاك الدار شيخين علي دونك نرتب فلوجه الاول باب رزق الثاني ورقوج الثالث رقوج الثالث وهذا اللي نحكي لك على الانترنت انا ما تفرجش العاده نتفرج ونقارن تلفستي سافا با مكسره ما تفرج حد هنا نروحوا مين طردنا الكل مين جيب عمال يتفرجوا والله هذوما هما اللي كوني انا نحب كل حاجه لا لحظه ايمان لحظه بالله ليس سبب مقنع وهذا معناتها هراء امين ولا والله تغيظني كي تجي من صحفيه معناتها كيفك اللي تخدم في برامج في رمضان في التلفزه اللي يحكيوا على الاعمال الرمضانيه وتقولي ما تفرجش في حد شيء والله انا امين هو هو اللي رابح هنكمل معاه اشوف الحقيقه معناها كيفاش نقول الحقيقه تو باش نقولوا خاطر تخدم في قناه الحوار اوتوماتيكمون فلوجه هذيك لازم الناس الكل متابعه الجزء الاول اللي نجح نجاح كبير برشا والناس الكل تعرفوا الشيء هذا باش يتبعوا لا سويت اي شنو باش يصير به من بعد الحقيقه في الليل نزابي شويه من نتفرج شويه باب الرزق شويه في نزابي فيلم في البي تي في هذا زال كيف كيف البي تي في اه نذكروا لي ممنوعه قانونيا فلوجه وكا انا نتفرج شقان الفطر بتي هنا يرقد تتفرج في شقان الفطر اسمع الله الحسنى ويرقد تتفرج في شقان الفطر يكمل اسمع الله الحسنى ويزور رحمه الله يحطوه في فرش انا اقول لك
باهي يا عم حسن في شقان فتره ستريمينج الشربه تخلط له غدوه نحط الشربه وكذا كذا ونتفرج فيها هذيك من يضحك يخرج ويعني عندي مسلسل ايضا نتبع فيه نتاع الحشاشين لاسباب العقائدي فهمت لي على العنوان قلت بالك انت منهم الحشاشين وهذاك هو وهذاك هو مش شويه حبيبي سبع اربع شويه مش نقعدوش نفس السؤال نعاودوا فيه حبيت نعمل لحظه خلينا نحاولوا نقدموا شويه نسب المشاهده حكينا عليه التلفزه الوطنيه ما تعودش العمل هذا ما حكيناش فيه انه في تلفزه وطنيه لا يعاد العمل البعض يقول لك قنوات خاصه ما تعودش العمل هذا مفهوم جدا هي قنوات خاصه ما عندهاش مداخيل كان اشهار التلفزه الوطنيه هو عمل سبونسيوني من فلوسنا الناس كل وهذا هو اللي نقص عليه من فاتوره نتاع التلفزه كيفاش ما تعودوليش معناتها مش بوت لوكراتيف معناتها انت انا تسال رايي بالطبيعه نحب فما اعاده من بعد في الليل والا من غدوه حتى من غدوه علاش ليه العشيه من غدوه في القايله معناها من جانب اني ممثل في العمل المذهبي لو غران بوبليك يتفرج في باب الرزق صحيح صحيح التساؤلات هذه تجينا والناس كل تتساءل علاش التلفزه الوطنيه عندها ان بلان دو كوم انا سالت حتى سالت المخرج ما نعرفش كان نجم يتحط في يوتيوب ما تعرفوش العيد امين معقول معقول ان تو لي كا ما نعرفش الاسباب انه علاش ما فماش اعاده ولا ما فماش على يوتيوب وفي انا متاكد انه بعد ما يوفى مش يتعاود مش يتعاود باب الرزق ووقتها العباد تزيد تكتشف اللي حبيت نقوله قبيله انه بالنسبه للاعمال الثلاثه الاعمال مختلفه هما معناها حتى النمط وحتى طريقه التصوير خلينا مازلنا نحكيو نتاع كل واحد نحكيو على باب الرزق مازلنا نحكيو على باب الرزق ما تزيديش الاعمال الاخرين لا لا خاطر احنا خليني في باب الرزق كل الاول والثاني والثالث هذه اراء وكيما انت لا رايك سمعت قلت لي انت الاولاني باب الرزق امين الثاني فلوجه الثالث اسمع الاولاني باب الرزق اللي رابح رايه ايش بيه رايه شنو هما رايه نحترمه نحترمه لحظه شنو شبيك احترمه ياك ما تفرجتش فيه انت ما تفرجتش فيه احترمه يلزمك تحترم بالطبيعه ودي توانسه كل تفرج في فلوجه يزيو يا مدام يلزمك تحترم الاعمال باهي انت ما تفرجتش انت باش تحكي على حاجه انت انت تحكي على حاجه ما شفتهاش على شنو انت على باب الرزق شكون الاول شكون الثاني وشكون انا مانيش نحكي على الترتيب ما تنجمش تحكم على حاجه ما تفرجتش فيها ليه بالطبيعه فوالا تفرج في ممثلين كبار هاو مثلا ثمانيه حلقات كل تفرج في مدرسه حلقات كل من التسعه الاولاني تفرجت فيهم اما انا ايش قلت؟ قلت انه الاعمال مختلفه فاللي رابح في هذا الكل المشاهد الطويل المشاهد انه يتفرج في اعمال اللي هي عندها طريقه طرح مختلفه مش كيما اللوجه والله راه كلامك محلاه وتقول في كلام معقول جدا بقى انك تعديهم لي ثلاثه فرد وقت وتقول لي والله المتفرج هو مستمتع باش مستمتع انت لازلتني باش نختار والاخرين من بعد نلقاهم لا في يوتيوب لا في حتى شيء والله في اعاده مانيش مستمتع ما مش مستمتع كل واحد كلنا بكيفات نقب في عينيا لا واش نجم انت عاد عندك لي بي تي في ونذكر هي قانونيه خلينا نقدموا باخر شكرا رماح قالت رفضت المشاركه خاطر الكاشين تاعي ضعيف في باب الرزق بعد خبره 15 سنه في التمثيل ثاني ما نقبلش نمثل في باب الرزق بكاشي ضئيل متفق معها ولا والله انا سمعت المخرج جاوبها الشاكره صديقتنا انت لك ناطق رسمي نتاع مخرج لك ناطق رسمي نتاع شاكره شنو تحبني نقول انت ممثل على روحك مال الوقت سلفي رايك في الكلام اللي قالته شاكره اي كي تسالني انا كممثل مش كلام مش رايك في كلام شاكره زميلتي صديقتي تقول والمخرج تحب مخرج تقول هذا تحب تقول اكثر هي حره من بعد ما تفهمتش في ان كونترا باش تصحوا مع انت ساتيسفي بالعقد نتاعك معاهم ولا انا حكيت معاه والمجالس بالامانات تفهمنا بما ساتيسفي ولا ساتيسفي با ساتيسفي سا مي ريغارد خلصوا كل خلصوني لا كيك الحاجه بيه في الوطنيه خلصوني روعه خلصوني صح عليك بعد لا بس امبورطون المجالس بالامانات والحديث بالامانات والعقود ما تتقالش هكاك اتوريا ترافير فهذا وانا نحترم الناس اللي تعاملت معاهم قداش نسبه الساتيسفاكسيون اللي عندك انت ماشي تلس فيا قلت لي كا مادام انا موجود في العمل سي ساتيسفي وانت هات الحكايه هل متفق مع شاكره ولا شاكره متفق معها انها تحب اجر محترم بعد مسيرتها هذا عادي جدا ومن حقها شاكره قالت انا هو الدور اللي كان عند شاكره والله ما نعرف صدقني انا عندي حاجه في مخي والله ما نحبش نقولها ما يسالش قول لنا مين ما يسالش لا ما نسالش دور سليمة دور سليمة لا فما دور معناتها اغلب المشاهد معكم معي انا اي ما يسالش شيء قلت لك شفت الراحه في الدوله ذاك شاكره زميلتي ونحبها برشا وكنت نتمنى انها تكون موجوده في باب الرزق من بعد ما كتبش ان شاء الله في عمل كيما هذايا وانا نحترم معناتها شاكره في حياتي وتحياتي نحترم اللي قاموا في العمل نتاع باب الرزق كله برسمي كان عمل قيم اي هل هذا ينقص من قيمه الممثلين اللي شاركوا فيه ولا ابدا واش فسلك عليه
معناتها كان هي قالت الاجر كان ضعيف ورفضت المشاركه، وحنا نلقى كمال التويتي يشارك في هذا العمل، صدق حلويس مشارك في هذا العمل، انت مشارك في هذا العمل، سلاح مصدق مشارك في هذا العمل، نبيلة قويدر، أسماء بن عثمان، برشا أسماء. معناتها هل كل هذه الأسماء قبلت بهذا الأجر الضعيف للظهور؟ ما نعرفش العقود اللي تصحت معهم بصراحة. أنا نعرف الحاجة اللي التويتي لا مستحيل. أنا نعرف أنا اللي تفاهمت معاه وتفاهمت مع شركة الإنتاج ومع المنتج. من بعد أنا نحترم زملائي ونحترم أنهم يقدموا أعمال فنية، فمن بعد كل واحد حر كيفاش يصح العقد بتاعه. واضح جدا. أنتو كعمل جدير بالمتابعة. فضلك. بالرسمي تحياتي لبرشا لصديقي دالي دمق على السيناريو. بقى شنو؟ أنا راني ساعات مع ترى بعض التصريحات اللي تتقال وقت الأعمال قاعدة تعدى أنا راني مانيش معاه. أنا كيفك. معناتها بكل صراحة. أنا كيفك. معناتها مهما كان سواء كان مخرج العمل تعال نحضر مع ذاكم نحضرش مع الآخر ونجي مع ذاكم نمشيش مع الآخر فين، وهذا نعتبره هورة مع الحق. دونك كل واحد بالله يحاول ما دام الأعمال نتاعكم تعدى خلينا نتفرجوا. خلونا نتفرجوا وهنا قاعدين وهو لابخوف. حتى كي تناقشت انا وخالد في العمل تناقشنا من جوانب فنيه بالطبيعه على السيكونس هذايا هكا هو ما عادش درشنا برشا احترام معناتها بكل احترام وهذا لا يفسد الناس اللي تنبروا زملائهم اللي قاعدين ينبروا على الاعمال وعلى زملائهم. عمر لاحظت السنه نقصت شويه لا لا ولا نقصت لشيء بعد رمضان تون عاجلك الفضايح تشوف خلينا مالا في شهر التسامح مالا والله حاجه تحشم يعني هما ثلاثة أعمال زوز أعمال طيب الناس كي تتفرج من حقها أنا تعطي رأيها واحد يعجبه ما يعجبوش عمل يعطي رأيه ليلة نحكي على المواطن العادي معناها ولكن أنا نعتبر كما قالت بيا معناها هو إنسان انترفونو أرتيستيك وهو معناها عنده زملاء وأصدقاء قاعدين يخدموا ولا تشكيك وإلا الجلد وإلا الكلام اللي يوجع راهو يقلق راهو يقلق لأنه فما ناس تعبت خدمت من بعد ما يعجبكش هذاك حر ولكن فما أون مانيير وفما طريقة أنك تعديه الميساج لأكثر ولا أقل. واضح جدا. نحب تصفيقة كبيرة برشا لكل اللي ساهم في هذا العمل به. اللي عنده ومضة إشهارية فليقول الآن أو ليصمت للأبد قبل نهاية هذا البرنامج. تفضل حنان. ميرسي جيبسيت كوتور بور لا جولي تونيو. إسباس ماري مايسا في الزهرة على الميزان بوتي. ميرسي وميمة على الغتوش. همسات فنية بور لي بو بيجو. نسلم على رفيق أقوى برودور في تونس. حي جوزيف كواف سيدي خويا مشيت له بالذمة اليوم الزهرة وجبت خويا عزيز لهنا وقعدت شعري لهنا وأنت تأكد شيء هذا خويا مين كان الكاميرا قابلتك تو يفهم الكلام هذا. حي خويا محمد قول شهر رمضانك مبروك مش مازال الأيامات على العيد معناها حجامة العيد تعرف هذيك مش حجامة في النصر السنة ولا في جردان كارتاج ولا في اللاكدو. وحبيت نحيي بنتي حلوح نقول لها جوتام ونحيي رمزي بن وظيف ونقول له ملا البلدي وملا جبة ملا ملا برمي أصل شوف أصل شوف تعمل لك شوف ياسر شابة ياسر محلاها هاي أمون. Merci Madame Sihem Ben Azouz à la coiffure, le maquillage, centre bébé Hadeq Laouina. Merci boutique Just For You. Moi aujourd'hui Maigrine Mazassis au Tunisie à Mol, l'acte. بيه خلود عندك رومانسيمون نو نو ميرسي انا ميرسي على الانفيتاسيون انت قلت لك ولد البرنامج حضورك موجود في هذا البرنامج بالعكس انت من الابطال نتاع عمل يعيش يتعدى في رمضان السنه وبكل شرف انك تحضر معنا ميرسي بوكو. نشكر السيده زوج اللي لبستني الكرافات الجميله هذه اللي خلت بي يعني تزتون في المال هذيك المدام حطت لك في وسط الجي بي اس باش تبعك اعمل هكا هاي بيوت هاي اسباس ماري مايسا زهره ميرسي بور لا ميز ان بوتي سي هاش لاك دو ميرسي على الجبه الغوز المزيانه اي صوفيا بيستي لا مانيفيك صوفيا بيستي ميرسي بور لي بيجو ميرسي يعطيك الصحه بيوت نحب تحكي برشا ميمة نسلم عليها برشا صديقنا جوزيف كواف نسلم عليه برشا وانا نمشي لاك دو معاش انت ميك انا نمشي للزهره تمشي للزهره صح جبت اليوم اخويا عزيز لهنا بالذمه باش قد لي شهر وعزيز يرحم والديه وبارك الله فيه تعب معنا والله ويعطي الصحه على التعب اللي يتعبوا معنا الكل خاصه مع ميغال وكيجي شعره مشبشب معناتها فريمون راهو حاله متعبه جدا والله جيت قبلك اليوم كيفاش جيت شعري مشبشب وديما خراك شعرك حطيت لي ذولي بابور كزفر عجبتك يا حسن باشي تحية كبيرة برشا زوس ميرسي بيبليك نتقابلوا على الخميس ليلتكم زينة نسكن في الأمان باي باي